ناس مش عايزة تسلم وفي نفس القصة بتتكلم كل الأخبار جايبينه انتوا أكيد عارفينه يا جميل لو عايز تعطس خلي معك مناديل بقى وخلص وده كله عشان مصلحتك بشوقك وبراحتك ورجعت غسلت ايديا ودعكتها بصابونة ومية في الزحمة لبست كمامة دفعت فلوس ياما فيتامين سي جاهز عندي فراولة وليمون وسفندي يا سلام لو شب جوافة مع فستق وكنافة عسل ابيض احلى مناعة وما تمشيش ورا اي اشاع خضار عالكف بالكيلو والفاكهة تعبيله في البرد ده شبته قوية نصبر كده نستنى شوية في الشمس قوام يتسوح يجس في هيراهو سلمها وريح بقى